علف قبل ما افتح للطير، جهزت لهم العلف وجهزت لهم برضو المية. تمام، هم عامة على طول بيجوا يعني الصبح بفتح عليهم وبالليل ببيتهم. تمام، بس قبل ما افتح عليهم بحط لهم برضو وجبة الفطار جوه. تمام، انهم فترة الغداء بيدنهم مثلا من الساعة 1 لحد الساعة 5 بره، على قد ان هم يتشمسوا ويشربوا كده. دي المية بالتحصين، وده البرسيم وعليه شوية علف عشان الخلطة اللي عندي خلصت. هعمل لكم برضو فيديو عن الخلطة لما اجيبها، بس ايه، انا حطيت لهم كتصبير عبال ما بتاع العلف يجي يجيب لي طلبات. يعني عامة في حد بيجي لي بيجيب اللي انا عايزه. تمام، بس هو شكله اتأخر النهارده، فقبل بس ما افتح على الطير يا ريت كلكم تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد. ولازم لازم لازم يا جماعة تشوفوا الفيديو للآخر، لأن في مفاجأة هتعجبكم جدا جدا جدا. الله، ده الطيور بعد ما فتحت عليهم عشان يفطروا. بسم الله ما شاء الله، الله أكبر، من شر حاسد إذا حسد. الحمد لله، يعني إن الشهية بتاعتهم كويسة، وأنا الشهية كويسة بتيجي من الأكل، المكان النظيف والأكل النظيف والمية النظيفة. والحمد لله المية عندي أنا بحط لها كمان تحصين جايبه للطيور. تمام، عندي علشان إيه، أنتوا عارفين إن إحنا في شتاء وكده، وادي الأرضية الحمد لله نظيفة. تمام، وده الرومي اللي عندي يا جماعة الصغير لو تفتكروه، دول ديكو الفرختين، وده ديك أحمر عندي تركي زي ما انتوا شايفين اهوت. ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. على فكرة يا جماعة، الخلطة اللي أنا جبتها للطيور دي اللي أنا هعمل لكم عليها فيديو إن شاء الله الجاي، بتبقى كويسة جدا للبيض وبتبقى كويسة جدا للتسمين، لأن أنا حاطط فيها العنصرين، عنصر يسمن البط اللي هو ده، اللي هو ده الصغير ده، وعنصر يخلي النتش تبيض اللي هي النتش دي، النتاية المسكوفي دي كده يعني. والحمد لله الحمد لله ربنا أطعمني خير فيهم، وبإذن الله الخلطة دي هتفيدكم المرة الجاية. اهوت يا جماعة، وهوريكم برضو المكان اللي بيبيتوا فيه. دي النتاية والذكر المسكوفي اللي عندي، بس النتاية بتقلش. اهو ده المكان. ايه ده، بسم الله ما شاء الله. انا قلت لكم يا جماعة الخلطة دي اصلا للبيض، والله الخلطة دي بقالي بالظبط 10 ايام شغال عليها. ان البط يبيض ما شاء الله، الله اكبر. بس البيضة دي شكلها صغيرة جدا، البيضة دي صغيرة، ودي بيضة بط، لان لا ده معاد الرومي ولا معاد الفراخ. هو دول الفراخ، دي الفراخ اللي عندي سنها صغير، والرومي كذلك سنه صغير. دي نتاية وعندي نتاية تانية. ده دي بيضة بطة بكر، دي بيضة بطة بكر ما شاء الله. الحمد لله، والله يا جماعة مفاجأة، مفاجأة ما كنتش أعرف عنها حاجة. الحمد لله، لولا فضل الله أولا ثم اللي اداني الخلطة ثم الخلطة، ما كانش ربنا أطعمني خير في البط ده. دلوقتي يا جماعة أنا عايز أشوف أنهي النتاية اللي بتبيض، وعلى ما أعتقد والله أعلم إن هي دي، لأن دي شكلها بك ما اشتغلتش قبل كده، اللي هي دي، وهو واضح من وشها يا النتاية دي والله أعلم اللي هي دي اللي أيوة دي، يا النتاية المسكوفي. بس أنا أشك إنها التانية دي، لأن المسكوفي بتقلش ريش، بتغير ريش المسكوفي، فأنا شاكك إنها دي. إن شاء الله بإذن الله الفيديو الجاي هعمل لكم فيديو عن الخلطة دي، وأقول لكم هي بتعمل إيه للبط أو للفراخ عندكم. بإذن الله هتكون ربيض، والله يا جماعة لولا فضل الله ثم الخلطة، ما كانش ربنا أطعمني خير. أنا فرحان بالبيضة دي أوي، لأن من زمان أصلا وأنا ما عنديش بط، يعني من زمان وأنا ما فيش حاجة بضت عندي. تمام، أهوت، أنا لو كنت سبتها كان زمان بضتها في القش، بس دي شكلها برضو كويسة، يعني اللي هي ما تلطخطش بطين ولا حاجة. أنا هحطها هنا وهجرب المرة دي. أنا على طول كل ما حاجة تبيض عندي بشوف هي إيه وأفقسها وأعزلها مع الذكر بتاعها، إنما المرة دي لأ، المرة دي هسيبها على ربنا. أنا عندي ذكر ده التركي برضو لونه رصاصي. تمام، أنا سألت لقيت اسمه تركي، والذكر التاني اللي هو ده برضو المسكوف. انا عامل لهم يا جماعه مقفل الحته دي كلها اصلا علشان
لا اله الا الله محمد رسول الله، عشان انا منضف السطح كله اصلا. يعني لو انت تلاحظ السطح ده كله نظيف، وده مطرح ما انا كنت بنضف، ودي اوضه لسه ما اتنضفتش، كله الحمد لله نظيف وتمام. فعشان كده تلاقوني عامل عازل. وباذن الله يا جماعه، باذن الله ان اشاء الله واراد ان يطعمني خير في الرومي، هيبقى كويس جدا جدا جدا. الرومي ده انتوا فاكرينه انا كنت جايبه من السوق رقد، تمام؟ ولو اطعمني خير في النت اكيد هشغل معاهم الذكر ده. اديك ده، تعال خد خد خد. هو يا جماعه زي ما انتم شايفينه ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله، هو وزنه كويس. واللي عاجبني كمان فيه اللي هو لونه احمر، لو انتوا واخدين بالكم منه اهو، تمام. لا اله الا الله. دلوقتي يا جماعه في جالي سؤال، قال لي انت ازاي بتربي الطيور كلها مع بعض؟ دلوقتي يا جماعه البط ده صغير عاش، انا جربت ان انا احطه مع البط ده اللي هو الذكر ده والذكر ده والنتيان اللي هم الثلاث نتش اللي عندي، تمام. ليه؟ عادي. انما بصوا البط بيتعايش، انما الرومي يعني بصوا مش عارف ليه ان تاي الرومي دي بالذات هي الوحيده اللي انا مش قادر اصلا عليها، اللي هو ساعه ما جيت اقصقصها طارت مني في الشارع. وكذلك برضو لما باجي امسكها اشوف عليها البيض، عليها كده كده، رغم انها صغيره بس بطمن بتبهدل الدنيا. ان الطيور بتعيش مع بعض لو اعمار متفاوته بسيطه، يعني مش ينفع اجيب بط عمر شهر او عمر يوم او عمر اسبوع مع البط ده، لا الطري موته على طول، تمام. وبرضو كذلك اللي بيخليني اعزل الطيور اللي على طول على طول، ان لما الحاجه تبيض بعزلها علشان لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله، بعزلها علشان لما حاجه تطلع لا النتايه ما فيش ذكر يبوظها وهي راقده، وعشان برضو لما حاجه تطلع اللي يطلع ده ما يموتش. انما انا بشوف ناس كتير بالبركه يعني يربوا الطير كله مع بعض، رمي مع بط مع وز مع كله، واللي يبيض يبيض هنا واللي يرقد يرقد هنا، تمام، وكل حاجه تمام. انا شاكك انها دي، لانكم لو تركزوا عليها تلاقوا بطنها مدليه. مش عارف انت شايفينها زي ما انا شايف ولا لا، بس انا شايف ان بطنها مدليه حتى من غير ما امسكها قلت ان هي دي اللي باضت، لانها شكلها بكر او باضت مره قبل كده. ولا اله الا الله محمد رسول الله، بطنها مدليه من تحت، تمام. فبس يا جماعه ده بقى اللي يخليني ان انا يعني اعزل الطير، بس انا مش هعزله، لان يعني بسم الله ما شاء الله الله اكبر ومن شر حسد اذا حسد. البط اللي عندي مش اللي هو متوحش قوي، يعني اللي هو مش هيعمل حاجه، هو بس الخوف من الرومي، الخوف من الرومي ده، تمام. وانا دلوقتي يا جماعه على طول بحط للطير ميه، بس الميه دي بتحصينه الصبح وفي تحصينه اخر الليل، وما بين الوقت ده والوقت ده بعطش، تمام. وباذن الله ان اشاء الله واراد برضو ان ربنا مش يوريني سوء فطري اكيد، بس يعني الوقايه خير من العلاج، تمام يا جماعه. وبالنسبه للطير هو عايش ومتعايش مع نفسه، مش محتاج ان انا اعزل، بس الطير تمام مع بعضه محتاج حاجه، ان الطير كله يبقى بخير وبسلام، عشان لو عندي يعني بصوا هوريكم، لو الايه، لو الفرخه دي تعبانه هتاخد كل ده معاها، كل ده هتاخده معاها، ده هيعدي ده وده هيعدي ده، زي دور البرد، بيجي الاصغر واحد في البيت وما بيخلصش غير لما اكبر واحد في البيت يتعب منه ويروح، هو كده سبحان الله. فتماما عندي المكان نظيف وفي شمسه والطيور كويسه وانا بحافظ عليها من البرد، يبقى باذن الله خير. وده يا جماعه بطانيه انا عاملها لهم، لزقها لهم من فوق واعملها بمسمار كده، والمسمار هنا برده على الجنب، مش عارف شكلهم وقعوه. المهم ان انا بقفلها كده تبقى ضلمه برده عليهم كده زي ما انتم شايفين، بس عشان الجو النهارده مشمس وكويس فانا سايبها لهم، تمام. ولو باذن الله باذن الله يعني ان اراد واشاء الله ان هم ان الجو يبقى متعب برده هفتح عليهم بس. ويعني يا جماعه بسم الله ما شاء الله الله اكبر، يعني الله صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد. الطير عندي لحد ما كويس، لان انا لما كبيت ميه في المكان غرق وتعب مني، بس الحمد لله خير يعني. فاسف ان انا طولت عليكم، وان شاء الله نتقابل فيديو جديد او بث جديد ايهما اقرب، وان شاء الله الفيديو الجاي او البث الجاي يكون احسن من ده بكتير.
وان شاء الله الفيديو الجاي هيكون عن الخلطه اللي خلت البط عندي يكون بيض، وباذن الله اسبوع كمان وهتلاقوا النتايه التانيه بيضه اللي هي اختها. انما المسكوفي دي انا شاكك في امرها لانها لسه هو زي ما انتم شايفين لسه يا جماعه لسه بتكسر ريش جديد يعني. فبس يا جماعه واسف ان انا طولت عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.